سيد غانم، في جلسة منح الثقة إن شاء الله راح يتم تصويت على الوزراء، خلينا نسميها بالعراقي وزير وزير. عادها أكو منهاج حكومي وورقة سياسية وقعت من قبل الإطار التنسيقي أو ائتلاف إدارة الدولة. تتوقعون كعزم وسيادة، أنا اليوم راح أخذك بجانب العزم وسيادة، لو أخذك من جانب المكون السني تتوقعون؟ لا، أنا خذني من جانب الوطني. الجانب الوطني على عيني وعلى رأسي، والنعم منك نهائياً فيهم. والنعم منك، وجهة نظرك أنه راح تتحقق هذه المطالب؟ يعني بالمناسبة نحن نتمنى أيضا، كما أن هنالك مطالب أساسية لقادة المكون على الحكومة، وهنالك قضايا معطلة تم تسويفها عبر حكومات متعاقبة، إلا أننا أيضا نطمح في الحكومة المقبلة أن تتعاطى مع المجتمع السني في هذه المناطق على أساس ليس على أساس الوزن الانتخابي كم أو النتائج المخرجات الانتخابية، بل على أساس وجود 80% عزفوا عن الانتخابات، ليس لديهم صوت، يحاولوا إيصال صوتهم إلى الحكومة المركزية عبر هذه السنوات الماضية. لكن حقيقة حالة التقادم بين القوى السياسية حالة دون وصول أي صوت آخر إلى الحكومة المركزية، واستطاعت بعض القوى أن تكون حاجب أساسي بين قيادات ونخب المجتمع السني باتجاه الحكومة المركزية. نحن نريد ونتمنى من الحكومة أن تعمل على أساس إعادة هيبة الدولة، وهيبة الدولة بكل تأكيد لها تفصيلات ولها رؤية لابد أن تكون واسعة وشاملة، تتعلق في أولا محاربة الفساد، طبعا هو حصر السلاح أكيد يعني المبتر الأولى، لكن محاربة الفساد وإعادة ارتباط دوائر الدولة من القيادات السياسية إلى الحكومة المركزية، وإعادة تسويق المنجز الحكومي على أنه منجز حكومي وليس منجز حزبي، وإعادة إبعاد حالة التمنن في إدارة في يعني استحقاقات الناس التي تقدمها الدوائر الخدمية ليست منا، وكما يحصل الآن لابد أن تكون هنالك رعاية، يعني المجتمع بحاجة إلى أن يستشعر بأبوية الحكومة التي افتقدها منذ فترة طويلة، ولابد أن تتحقق أركان العدالة في هذه المجتمعات وأن يتحقق مبدأ تساوي الفرص، وهذه مسؤولية حكومية يجب أن تنظر إلى جميع شرائح المجتمع وأن تمد جسور عبر مؤسسات رصينة، وأن تعيد النظر بالأجهزة الرقابية، وأن حقيقة تحاول أن تفعل المركز بشكل وبآخر لكي تضمن حقيقة تحقيق العدالة في الأطراف وخصوصا. سيد غانم، حضرتك ذكرت أنه أنا معارض وأنا صوتي ويا العراق كسياسي مستقل. نعم. واجهت يعني عدم حرية وبالتالي تكميم أفواه، لو تقول رأيك بكل صراحة وبكل مصداقية وتلقى إذن تسمع هذا الرأي. أنا شخصياً لم أتعرض إلى أي مضايق حتى أكون صادق. يعني هاي بس أنت لو كل المعارضين؟ لا لا لا، المعارضين الكثير منهم تم يعني إذا كان مثلاً موظف يبدي رأي في مواقع التواصل يتم نقله، وإذا كان ناشط يتم اعتقاله. نعم نعم، الحكومة تعرف أخي العزيز إحنا عندنا إشكاليات كبيرة تتعلق بحرية التعبير، وأنا شخصياً أما انقطع الاتصال. لكن بكل تأكيد حالة التخادم وحالة غض الطرف ويعني حالة القبول بما يحصل يعني حالة واضحة، وبكل تأكيد غياب واضح لدور الدولة خاصة في هذه الحكومة مع الأسف. زين.